اصدقائي، فورد عملت شغله حلوه زي مرسيدس وحطت اسم الشخص اللي ركب المحرك هون على جانب زي ما شايفين معنا هون المعلم ويليامز. طيب عن الجانب معنا اغلى جنطات انا بحياتي شفتها على السياره. عندنا زي ما شايفين اول جنط كربون على السياره، سعر الجنط الواحد تقريبا 5000 دولار، يعني الاربعة ب 20000 دولار. وزن الجنط تقريبا 17 باوند، يعني 7.7 كيلوغرام، يعني بايد واحده بترفع الجنط. من برا عندنا هون عجال ميشلين سبورت كاب 2، ومن جوا زي ما شايفين عندنا بريكات بريمبو عملاقه. عن الجنب عندنا هون محل غريب اللي فيه الحجاره بتعبي خلال فتره القياده. من ورا عندنا هون عجال 315، من قدام عندنا 305، يعني بالعربي هذا هو المنافس الامريكي للبورش جي تي 3 ار اس. من ورا زي ما شايفين عندنا لوحه فنيه، فوق عندنا جناح من الكربون بسعر 14000 دولار، تحت عندنا يسار يمين اربع جثث بصوت رهيب، ثواني بتسمعوا صوتهم